جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم التصوير بالكاميرا والاحتفاظ بهذه الصور للذكرى خصوصا للأطفال؟ لا يجوز التصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. لا يجوز التصوير ولا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكريات أو جعلها في المتاحف أو غير ذلك. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. لا يجوز الاحتفاظ بالصور، بل يجب إتلافها ولا تبقى في البيوت. نعم.